كلمة حلوة جدا اللي هي appreciate 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 بمعنى يقدر. فمن أساليب الشكر أقدر أقول لك I appreciate you I appreciate you appreciate بمعنى يقدر. فمن أساليب الشكر أقدر أقول لك I appreciate you I appreciate you. ولا شوف اليوتيوب احنا قلنا التي ان جاء بعد حرف الواي في اللهجة الامريكية نخليها تش زي I hate you. فاقدر اقول I appreciate you I appreciate you I appreciate you. ابو سعود مثلا ابو سعود ما قصر يعطيه الف عافية صراحة هنا هو ومتابعين. فالان كذا ما في شك كلنا عرفنا عنوان الدرس الا وهو افضل طرق الشكر. خذينا واحد قلنا I appreciate you or بالنطق الثاني العادي I appreciate you. طب ليش ما اقول للناس thank you وارتاح؟ ليش اتعلم؟ ليش انوع زي ما تنوع في ملابسك كل يوم تتباهى وتغير وما حد قدك؟ نفس الوضع في اللغة، انا كل يوم ابغى اشكر الناس باسلوب جديد اسلوب مختلف بالتالي انا انبسط وارتاح. اذا رقم اثنين تقول I'd. I'd هي اختصار ل I would، ما هي اختصار ل identification اللي هي ID. ID بمعنى الاثبات اقامتك ايش ما كنت حبيبي. I'd اختصار ل I would، فاقول I'd be lost without you I'd be lost without you I'd be lost without you I would be lost without you معناها كنت بضيع من دونك، معناها الخدمة اللي سويتها لي مرة أليمة مرة جامدة فأنا كنت بضيع من دونك. I'd be lost without you I would be lost without you. عزمتني على مطعم ما قصرت يعطيك العافية وراح تحاسب بفهمها عزمني. أقول لك listen يعني اسكت اسمع طبيعي. ذاك بيقول لك ايش فيه وات؟ اقول له ماي ستومك ثانكس يو معدتي تشكرك. جربها مره حلوه يعزمك دائما بس جيبوني معكم. ايضا من اجملهم اقدر اقول انا جدا محظوظ بامتلاكي لك. I'm so lucky to have you I'm so lucky to have you. انا محظوظ جدا لامتلاكي لك، انا محظوظ جدا يعني لان عندي صديق مثلك، انا محظوظه جدا لان عندي زوج مثلك، انا محظوظ جدا لان عندي زوجة مثلك. هذه كل بمعنى كل معاني I'm so lucky to have you and so on. وكمل انت عليها فاستخدمها بدل ما اقول للشخص thank you سوى لي خدمة مرة بالنسبة لي تعد major كبيرة. اقدر اقول له I'm so lucky to have you. ايضا لازم تعرفون ان الود ودي اكمل لكن للأسف عندي حصص خارجية وانا متأخر الان فلازم اطلع للناس واروح بيوتهم اكمل دروسي وما هرجع لقرب الفجر تقريبا. لكن أعدكم في القريب العاجل راح نكمل السلسلة هذه والآن أعطيتكم يعني مقدمة منها فمارسوا هذه. You make my heart smile You make my heart smile بمعنى أن أنت خليت قلبي يبتسم من كثر ما أنا أبغى أشكرك وما أنا عارف كيف أشكرك. فعشان كذا أقول لك You make my heart smile. It's your lovely voice How my arm again Pay my attention or some Let's get this party started Hold up Wait a minute Salute صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد زيد النبي صلاة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. Exactly بمعنى بالضبط Exactly بمعنى بالضبط نعم. طيب حبيبي this is exactly هذا بالضبط هذا بالضبط this is exactly هذا بالضبط what I have ما كنت أملك لكن ما تترجم كذا this is exactly هذا بالضبط what I have been waiting يعني هذا بالضبط اللي كنت أنتظره. سوالي حاجة مرة حلوة جاب لي حاجة أنا أتمناها كوفي شاهي ساعة سيارة فأقول هذا بالضبط اللي كنت أنتظره Oh my God فهمت الأسلوب لما أقول Thank you Thank you Thank you But this is exactly what I have been waiting. طيب What I have What I تصير وراي كنا أقول وراي بالعربي وراي فتصير بسرعة This is exactly what I have been waiting This is exactly what I've been waiting. This is exactly what I've been waiting. لحظة قصيرة بس. I have. Let's say I've. I have. بالفي ها. May I have. Half نص شيء ثاني. I have بالفي. ف what I've been. May been. أدري فيها EE. لو نطقتها been هذا يصير إيش؟ UK accent يصير اللهجة البريطانية بأمريكا يصير بن ف this is exactly what I've been waiting for
This is exactly what I've been waiting for. Oh my God, this is exactly what I've been waiting for. Thank you so much. شفت حتى thank you هنا صارت أجمل لأنه قبلها جاء شيء أجمل. أنا ممتن لك. البارح أخذنا أنا أقدرك اللي هي بالإنجليزي I appreciate you. أنا أقدرك. اليوم حناخذ أنا ممتن لك. فأقول I am اللي هي خلاص نختصرها وتصير am. I'm grateful. I'm grateful for you. أنا ممتن لك. I'm grateful for you. اليو متغيرة لأنها ضمير فأقدر أشيل اليو. ممكن طيب جاب لي أي شيء، جاب لي حاجة ما أعرف اسمها بالإنجليزي، كيف أستخدم نفس الجملة؟ سهلة، شيل اليو حط this فتصير I'm grateful for this وأشر عليه واو بابتسامة وكذا وحركات حلوة. I'm grateful for this. I'm grateful for you. I'm grateful for your father, for your mother, for your whatever. هذه حلوة وأنا عشقها جدا وشوي طويلة، تعد للمرحلة المتوسطة في اللغة وما فوق. حتى أنت المبتدئ تقدر تتعلمها لكن يبغى لك شوية شغل شوية بس. اللي هي I can't even begin، لا أستطيع حتى أن أبدأ. حلو. To explain، أن أشرح. How much، قد إيش. Your help، مساعدتك. Meant to me، تعني لي. Oh my God، I can't even begin to explain how much your help meant to me. I can't even begin to explain how much your help meant to me. I can't even begin to explain how much your help meant to me. جامدة. واحد قال لي بس عزمني شخص في بيته وأبغى أشكره، أقدر أخذ أي أسلوب من الأساليب السابقة وأضيف كلمة hospitality. بالبريطاني hospitality، اللي مو فاهم الفرق بينهم بطريقة بسيطة، حرف الأو في البريطاني ينطق أو يعني problem، بالأمريكي ينطق A problem. حلوين حلوين ومشكلتنا هذه. نرجع لي كلمة hospitality. hospitality بمعنى الضيافة. أقدر أقول لك I appreciate your hospitality. أنا أقدر لك ضيافتك، عزمك في بيته ما قصر، كفوه وأنتم كفو كلكم، أنا أشهد. حلوين. فأقدر حتى أزينها أقول I appreciate your nice، your kind hospitality، your beautiful hospitality، your amazing، your outstanding، your wonderful hospitality. أنت نوع نوع حبيبي، ألبس زي ما تبغى، ابدع. أهم شيء من أفضل أساليب الشكر، وأنا أراهن الجميع أنك راح تنبسط لو أحد شكرك بالأسلوب هذا. بعض الناس إذا حبيت تشكره ينحرج ومن عارف وما يحب. فتقدر أنت تشكره عفوا من خلف التريلات، من وراء هناك تجي هبا وتشكره حبيبي. كيف؟ تعالوا. واحد، أقول له half a drink on me. half a drink on me بمعنى يعني أطلب أي مشروب على حسابي. on me معنى على حسابي، يعني تبغى شاي، تبغى قهوة، تبغى إلا تبغى موكا whatever. أهم شيء إنك على حسابي. أنا كذا بأشكره من غير ما أحسسه طبعا. أسلوب شكر حتى هو بيحس إني أنا مرة generous، مرة كريم. حلوين. رقم اثنين، أقول إيش؟ let's dine together. dine جت من كلمة ها وما تشوفوها دينر. دينر بمعنى العشاء. أقدر أقول إيش؟ let's dine together. الdine بمعنى نتعشى، فخلنا نتعشى مع بعض. it's on me يعني على حسابي. come on let's dine together. it's on me. you are one of your kind. what you did for me was kind. شعر ها. you are one of your kind. what you did for me was kind. يعني you are one of your kind. أنت فريد من نوعك. أنت آخر حبة. حلو. What you did for me was kind. اللي سويته من أجلي أو لأجلي أو لي كان جدا لطيف أو حاجة حلوة. أنت فريد من نوعك، ترى اللي سويته لي كان جدا لطيف. واو واو واو. Imagine somebody said this to you. تخيل شخص قال لك الكلام هذا. أمانة what you gonna say؟ وش راح تقول؟ Believe me you're gonna remain silent. راح تسكت. You may shed some tears. يمكن تبكي. ومن تنويع أساليب الشكر أيضا هو الكومبلمنت، المدح. لكن مدح بطريقة جهنمية. تعالوا. أيوة لا قربتوا مرة كذا. بس الطريقة كالآتي، إن أقول له أوف كيف صرت كذا مرة حلو،
أقول ميد البنت كيف صرت كذا مرة حلوة، أقول له لو قال كلام مرة جميل وأسعدني أقول له كيف صرت كذا مرة حكيم، إذا هو إنسان مثقف ومتعلم وقال مرة كلام جامد أقول له كيف صرت كذا أنت مرة مثقف. نرجع للحلو، الحلو ينقسم نوعان رجل وأنثى صح، فيميل وميل. الذكر نسميه هانسم، الأنثى نسميها بيروفل، لا تخلط هذه فتلك فتجيب العيد. أنا قلت لك حلوين، فأقول للرجل how did you become so handsome، كيف صرت كذا مرة وسيم لبس وتكشخ، أقول له how did you become so handsome، how did you become so handsome. أنثى أقول له how did you become so beautiful، how did you become so beautiful. حلوين، إذا قال لي كلام جدا حكيم وعجبني وش أقول، أقول له how did you become so wise، كيف صرت جدا حكيم يا الله عليك، how did you become so wise. لا أقولها بطريقة كذا فيها إزدراء راح يحس إنها طقطق عليه، فلن تكون كذا أنا خايق يعني، فهمت علي؟ الثانية إذا كان مرة مثقف يعني وكل ما سألته وجاوبني وذا، أقول له how did you become so educated، كيف أصبحت جدا كذا مثقف يا أخي يا الله عليك، I wanna be you، أبغى أصير أنت. كلمة thank you حلوة بمعنى شكرا لك، أبغى أجملها أقدر أقول I know it's not enough، نار 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 منين طلعت لي ذي نار، it's نار نار نار. not تنطق نار إذا كان حرف التي ما بين حرفين علة عموما المهتمين بالأكسن، فنقول I know it's not enough يعني أنا عارف إنه مو كفاية. طبعا استفهام فوجو وش اللي مو كفاية، but thank you لكن شكرا لك. شفت كيف؟ words can't even explain my thanks، words can't even explain my thanks، الكلمات تعجز عن وصف شكري لك. you're like a father to me، انت مثل الاب بالنسبة لي، تعني لي زي ابوي، انت بالنسبة لي من كثر الشيء اللي سويت لي وفرحني كأنك ابي. you are like a father to me، you're like a father to me، you're like a father to me، you're like a father to me، you are like a father to me. gratitude بمعنى الامتنان، خالص الامتنان لك، خالص الشكر لك، خالص التقدير لك، خالص كل حاجة حلوة لك، فأقول لك gratitude. gratitude بمعنى أنا جدا ممتن لك، جدا جدا أنت شيء مرة عظيم. gratitude فبكل اختصار صراحة from the bottom of my heart من أعماق قلبي راح أقول لكم كلكم gratitude. طبعا بالأمريكي تنطق gratitude. and I'm out. salute.